الأصل في الزكاة أنها واجب مالي على أرباب الأموال، واجب على أرباب الأموال، أصحاب الأموال. قال الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق أول، هذا الحق حق الزكاة. نعم. إذن نستنبط من هذه الآية أن الزكاة تجب على صاحب المال، فمن لم يكن عنده مال فإن هذه الفريضة تسقط عنه، لأنه ليس عنده مال يخرجه. نعم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن هذه الفريضة لم يحفي سبحانه وتعالى عباده بسؤالهم النفقة. نعم. بل خفف عليهم في هذا السؤال، فجعل هذه الفريضة إنما تجب على الإنسان في ماله بعد نصاب يغطي احتياجه. نعم. وإلا لو فرض الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة على كل من كان عنده شيء من مال لكان هذا فيه مشقة على العباد. نعم. ويجب عليه الامتثال، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده. نعم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى لم يحفي عباده بهذا الطلب، بل جعله طلبا على من كان عنده مال يزيد عن نصابه. أحسن. يزيد عن النصاب، عن حاجته يعني. سوف نذكر الأموال تختلف أنصبتها. نعم. والأنواع الأموال مختلفة وأنصبتها مختلفة. نعم. لكن من المهم هنا أن مما يدل على هذا المعنى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا وقاضيا وهاديا ومبشرا ونذيرا، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وحد الغنى، وحد الغنى هو عدم الاحتياج. هذا حقيقة من بعض الناس، وهذا من الاختلاف العرفي لللفظ. نعم. الغنى سابقا في لغة العرب يطلق على من كان غير محتاج إلى غيره، فالغني معناه من كان عنده مال لا يحوجه إلى سؤال غيره. اليوم في أعراف الناس أنه الغني هو من كان عنده مال كثير ووافر وصار من الأثرياء، يسمى هذا غني. كلا. نعم. في لغة العرب الغني الذي استغنى عن غيره. نعم. الغني يعني استغنى عن غيره فلم يحتج أن يسأل غيره. نعم. فإذا هذا من كان عنده مال يغنيه عن سؤال غيره. هل يغنيه مدى الدهر أم لمدة محددة؟ لا شك أن هذا يحتاج إلى حديث عن الأنصبة وشروط الزكاة بتفصيل. نعم. لأن الأموال مختلفة في أنصبتها. الغنى قيل بأنه من يملك قوت سنة، من يملك كذا. الغنى كما ذكرنا يعني يختلف. الغنى لفظ يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة والأزمنة والأعراف والأحوال، بمعنى أنه يستغني عن سؤال غيره، يستغني. وقد يكون الإنسان أحيانا قد يكون إراده يوميا، قد يكون إراده شهريا، قد يكون إراده سنويا، وهكذا تختلف يعني باختلاف الأحوال والأعراف. Thank you.